وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا رسول الله berkata, Ya Robku, sesungguhnya kaumku Quraisy menjadikan Al-Quran ini suatu yang diasingkan, ditinggal begitu saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan seperti itulah sebagaimana kami telah menjadikan bagimu musuh dari kalangan orang-orang musyrik, kaummu sendiri. Kami adakan bagi tiap-tiap nabi sebelum kamu musuh dari orang-orang yang berdosa, yakni orang-orang musyrik. Maka bersabarlah sebagaimana mereka bersabar, dan cukuplah Robmu menjadi pemberi petunjuk bagimu dan penolong yang menolong kamu terhadap musuh-musuhmu.